السلام عليكم ومرحبا بكم وقربوك جيتو يسجيكم وينجيكم ويزيدكم في العمر ان شاء الله. احنا رانا جيناكم بهضره ناس بكري ولبسه ناس بكري وقعده ناس بكري، ناس بكري الناس الزينه الناس الطيبه ناس النيه ناس النيف نيف نيف واعر الشيخ يا ربي النيف خلقوا للنيف ماهوش الحاجه اخرى فهمتني. ناس بكري يقول لك انا بالعسل فمو هو بالمطرق العيني، كاين ناس صح تراك بالعسل فهمها تراك تعاون فيه تراك تدير فيه في الخير هو راه هاز لك مطرق وتشكلك في عينيك تراك توري له في صلاحه تراك تنصح فيه هو يقول لك يا واش دخلوا فلان لا لا يقول لي جاي يوري لي ولا يا واش فيها جاي ينصح فيك هذا مكان والله جاي يعاونك. سقسيه واحد يقول له واش فلان له مزوج يسدي ما لقيتش نعاونوك ولا نخطبوك ولا نحوسوك يبدا هو يروح واش دخلوا لا راني نطايش ولا يو خمن فيك برك هذا مكان خمن فيك بها تكمل نصف الدين تاعك وراه المشكل كله يكثر خيرك عادي اي مش عيب ناس تعاون بعضها واحد يحوسك على خدمه ايه ماكش خدام قال نشوف لك خدمه وراه المشكل لا تبدا تقول واش دخلوا لا نطلب فيه ولا ايه جاب لك مصروف عاون فيك شايفك زوالي بوي وليدات جاب لك مصروف في رمضان ولا في كذا في عيد ولا لا تنشعوا لو ماش طلب فيك انا دي مصروفك وروح مش عيب جاب لك مصروف ناس بعضها ناس تعاون بعضها انا جاب لي ربي هكذا هذه هي ما من الناس بكري قالوها سبحان الله واحد كيقعد يعاون فيه واحد ما ينشعوش ما نشرش فيه هو يروح منا برك لا لا هذا الهرفقه نتاع وتشدها تهفقها وذيك ساعات هو يروح وانت جاب له ربي نطلب فيه عنده ما دخلوا لا يجيب لي نمسيو ماهيش هكذا عادي او محتاج ويحتاج هو قادر طيح بيه وانت ترفع بيك خاطر اخرى تولي تعاونوا ماهيش مشكل هذه هي الناس لازم تعاون بعضها والناس الثانيه اللي دير الخير تحكم فهمها ما يبداش كما قال الاخر يعطيها بيدون زيت ويصور معاه سيلفي ها انا نبدا الزلاقه يتصور سيلفي مع بيدون زيت تحشم شويه سيدي ها والله واحد يمد له كرطابل فيه جمعيه تا 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 لا دير لي في الجمعيه نتاعك في الكرطابل انا تفرح يقرا يعشي مسكين يمحي فيها ويعشي حشمان في وسط صحابه ينعلو بليس هذا واقع انا نشوفه فيه هذه ما قالوها لنا ناس بكري لا والو قالوها ناس ذرق ذوق انا نشوفه فيها لا لا درت خير استر روحك وانت ثاني يا سي مربح اللي دار فيك الخير دار فيك الخير ما فيهش عيب هو يعاون فيك سبحان الله هو بعثوا ربي سخروا لك انت ليه تنشع وقول له كثر خيرك اقصى حاجه تقولها له كثر خيرك كثر خيرك يا سي فلان وهذا مكان هذه هي ما تقولش عمي ساسي راه يعيط عليا ولا عمي ساسي راه يشيخ علينا ولا عمي ساسي ثاني راه يوريك في صلاحك هذا مكان او يوريك ناس بكري واش قالوا وكلمة ناس بكري هذه يا الشيخ ديها دواء لا قال لك ناس بكري حاجه صدمتني وكثروا لنا الجامات والقلوبه هذوك انا بلا ما نظل نوصي فيكم الجامات والقلوبه نشتيهم انا وبارطاجي وفي هذيك وقولوا اصحابكم او عمي الساسي يهدر ويقول لنا على ناس بكري واش قالوا قولوا هذا نورمال واذا ما عجبتكمش ثاني كي تعود هكذا لقيتني عقبها ثم هذا مكان هذا ما تخسر عليه وتلقاوها زينه ان شاء الله.